بيقولوا إن الفوز والخسارة، ورغم إنهم أمرين متناقضين تماماً، إلا إنهم بيلتقوا أحياناً في خطوط متقاطعة نادرة. واحدة من التقاطعات النادرة دي حصلت في أولمبياد لوس أنجلس 84، وبطلتها كانت السويسرية جابرييلا أندرسن اللي خسرت يومها لكنها خرجت كسبانة. أندرسن شاركت في منافسة الماراثون للسيدات في أولمبياد لوس أنجلس، عمرها كان 39 سنة، وكانت على وشك إنها تتحول لواحدة من أشهر الرياضيات في التاريخ. ماراثون السيدات أقيم لأول مرة في أولمبياد 84، ولسوء حظ المتسابقات فدرجة الحرارة تجاوزت 30 درجة يومها، وبالتالي كان مطلوب منهم يقطعوا مسافة 42 كيلو في شوارع لوس أنجلس وصولاً لملعب ميموريال كوليسيوم في أجواء مناخية صعبة. المنافسة بدأت ب50 متسابقة، لكن 44 منهم بس حيوصلوا لخط النهاية، وست متسابقات حينهاروا خلال المشوار وحينسحبوا. وقلنا ستة مش سبعة، لأن السويسرية أندرسن قررت إن تحت أي ظرف اسمها مش هيكون في قائمة المنسحبين. القوانين وقتها كانت صارمة جداً، ومش بتسمح إلا بوجود 5 نقاط لشرب المياه خلال السباق. ولسوء حظ أندرسن، فإنها فوتت نقطة شرب الماء الأخيرة، وبالتالي تعرضت لجفاف كبير وضربة شمس. الأمريكية جوان بيونت كانت وصلت خط النهاية وفازت بالسباق فعلاً من أكتر من 20 دقيقة، بل حسمت المراكز الأولى كلها، وخلاص اتبقى الترتيب الشرفي بس لباقي المتسابقات. لكن فجأة بدأ الجمهور يصرخ في الملعب، شافوا شيء غريب. أندرسن دخلت التراك في حالة انهيار كامل، دراعها ملوي ومرتخي بشكل عجيب، ورجليها اليمين متخشبة تماماً. أندرسن كانت بتترنح بشكل مخيف. الجفاف وضربة الشمس تمكنوا منها وحولوا آخر 400 متر ليها من السباق إلى أطول 400 متر في حياتها. المسعفين لما شافوها جريوا عليها فوراً، لكنها شاورت لهم بإيديها عشان يبعدوا. كانت عارفة إن في اللحظة اللي حيلمسوها فيها حيتم استبعادها من السباق فوراً ويضيع كل مجهودها. وبينما قتلت أندرسن عشان توصل لخط النهاية، ازداد صراخ الجمهور الأمريكي اللي ما كانش بصدق عينه، وتصاعد قلق المساعدين اللي فضلوا ماشيين جنبها تحسباً لانهيارها الوشيك. ورغم إن أعراض ضربة الشمس كانت واضحة عليها، لكن المسعفين لما شافوا العرق نزل منها اعتبروا إن ده مؤشر كويس عن تبقي بعض السوائل في جسمها، وبالتالي سمحوا ليها تواصل السباق. في الأخير احتاجت أندرسن 5 دقايق و44 ثانية عشان تقطع آخر 400 متر بس من السباق، وأول ما لمست خط النهاية انهارت بين أيادي المسعفين وسط تشجيع وتحية أسطورية من الجمهور الحاضر في الملعب. أندرسن أنهت السباق في المركز 37 بعد ما قطعته في 2:48:42، وخضعت على الفور للرعاية الطبية لمدة 2 ساعة. الغريب إن أندرسن أبدت انزعاجها بعد الواقعة من إن الناس بقوا فاكرينها دايماً باللي حصل في لوس أنجلس بس، رغم إنها فازت بسباقات ماراثون تانية. لكن قد تكون أندرسن ما قدرتش تشوف لحظة التقاطع بين الفوز والخسارة اللي خلقتها بإصرارها وشجاعتها. أندرسن خرجت يومها من الملعب بدون أي ميدالية أولمبية، لكنها تحولت لبطلة فعلية لأولمبيات 84، وأصبح ترنحها مشهد كلاسيكي في تاريخ الأولمبيات.